محاور أساسية ومهمة، وعلى رأسها التمركز الإداري. تكلمنا كذلك على علاقة الجماعات الترابية بجمعيات المجتمع المدني، والنظافة، موضوع النظافة وموضوع السلطة الإدارية، ومواضيع متعددة. وكما جرت العادة في كل سنة تندير موضوع اللي هو قار، وهو قانون المالية. تعرفون أن قانون المالية يهم الجميع، قانون المالية يهم الجميع. السنة اللي مضات عملنا اللقاء مع الدكتور عبد الله بوانو، رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، واليوم تحضر معنا خطاب مشكورا، وهو السي عبد اللطيف برحو، الدكتور عبد اللطيف برحو، اللي هو حاصل على الدكتوراه في المالية العامة، عضو نائب رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية. أنه ممكن تأثر سلبي، ولكن بالمقابل كما سنرى بعد قليل هناك نوع من التأثر الإيجابي، لأن سعر البترول عندما يصل إلى 47 دولار للبرميل هذا اليوم، فبالتالي هذا يكون فيه إيجابيات كثيرة على الاقتصاد الوطني، والعكس أيضا صحيح. فكما قلت، قانون المالية 2020 في سياقه الطبيعي العادي، ولكن في سياقات أخرى قد تكون غير عادية، وهي هذه السنة ربما الأخيرة التي تسبق الانتخابات. فدائما تكون جميع الإصلاحات التي تريد الحكومة أو الحكومات المعنية أن تدخلها على قانون المالية تدخلها قبل الانتخابات، لأن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية بامتياز، ولن يتاح للحكومة آنذاك أن تقترح على البرلمان إجراءات تشريعية ذات طابع استراتيجي أو ذات طابع عميق مثل هذه السنة. سنلاحظ مجموعة من المقتضيات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. ففي قانون المالية 2020 ذات طابع كما قلت شمولي، ذات طابع استراتيجي أو ذات عمق كبير خلافا لبعض السنوات الأخرى. لكن قبل الدخول ببعض التفاصيل المتعلقة بقانون المالية 2020، لا بد من 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 ذكر بعض المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني. أداء أجور الموظفين، الضوء، الماء، الطباشير، الكسوب، الأوراق، الستيلوات، ليزامبليمون، هذه كلها نفقات ضرورية وأساسية للسير العادي للمرافق العمومية. في ربما كما قلت فيها مبالغة في بعض القطاعات أو زيادة أو نقصان أو حاجيات قطاعات أخرى، ولكن هذه نفقات ضرورية خصها تهدي. يعني هذاك الشيء كنسميوها بالنسبة للجماعات الترابية النفقات الإجبارية، لأن بدونها لا يمكن أن تسير الإدارة وأن تفتح أبوابها للمواطنين. فنفقات العادية كما قلت 251 مليار درهم، منها نفقات السير العادي 222 مليار درهم، نفقات الموظفين دابا الآن غتطلع 138 مليار درهم، لأن غتدمج لأول سنة أول مرة غيتدمج فيها النفقات السير اللي نفقات الموظفين اللي كانت كتكون دائما زائد لافار باترون، يعني المساهمة ديال المشغل لا في التقاعد أو في الحماية الاجتماعية، فغتوصل 138 مليار درهم، وعدة 140 نفقات المشتركة، جزء كبير منها اللي كيمشي للمؤسسات العمومية كدعم ديال السير 25 مليار درهم. نفقات الدين العمومية غتكون 97 مليار درهم، هي اللي قلت قبيله كل ما ارتفعت الحاجيات ديال الاستدانة كنستدنو، ولكن بالمقابل السنوات اللاحقة 10 سنين أو 15 عام خصها تأدي، كترتفع النفقات ديال الدين العمومي. وغنشوفوا هذا العام هذا غنسلفوا 97 مليار درهم، وغادي نخلصوا 99 مليار درهم ما بين ليزانتيغي الفوائد وما بين استهلاك رأس المال. سنة 2020 هي 257 مليار درهم، منها المورد الضريبي 233، المورد غير الضريبي 24، مورد الاقتراض تضاف إليها 97 مليار درهم مقابل 76 مليار درهم 2019، حسابات خصوصية الخزينة، هذه جزء من هذه الموارد طبعا كتمشي في حسابات خصوصية. فالموارد العادية 257 مليار درهم متوقع تحصيلها سنة 2020. النفقات العادية المتوقع صرفها 251 مليار درهم. دائما كما قلت، ذاك التطور الايجابي اللي كانت عرفته الماليه العموميه في المغرب، انه الموارد العاديه اصبحت تكفي لتغطيه النفقات ديال السير او النفقات العاديه التي تحتاجها الاداره العموميه. وبين قوسين، النفقات العاديه ليست نفقات استهلاكيه غير منتجه، كاين جزء منها ربما فيه مبالغات، جزء منها فيه لي بيرت، ولكن
لا يمكن استثناء عن نفقات السير، سواء نفقات الموظفين او نفقات المعدات او نفقات المقصه او نفقات الدين العمومي، وهادو اربعه الاساسيين اللي كيستريتاو كيتعلن داكشي، ها الملفات المقبوله ها الملفات الغير مقبوله وها الاسباب ديال عدم القبول. وشهريا كيتم ارسال تقارير للوزارات الماليه والبنك المغرب بهذا الاطار هذا. السلوك حسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالهدف الأساسي هو دعم الخريجي الشباب وتمكينهم من الحصول على القروض البنكية لتمويل المشاريع، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير خاصة إلى القارة الإفريقية، وضع إطار مرجعي لنشاط وتمويل المقاولات المبتدئة والمقاولات الصغيرة جدا.